مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب من ضمن الموضوعات التي يتناولها الكتاب المقدس وتحدث عنها كثيرا رب المجد نفسه الرب يسوع المسيح وكذلك التلاميذ من بعده هو موضوع مصير الانسان الابدي او الحياه بعد الموت فحياتنا على الارض لا تقاس ابدا بطول الابديه والاكثر خطوره هو ان ما نقرره هنا يحدد مصيرنا الابدي بيفكر الانسان المعاصر انه شيء عارض انه شخص يعني موجود في العالم بالصدفه وليس له ال... و... وليس هو الا نتاج ماده وزمن وصدفه فقط وانه لا مبرر لوجوده فهو مثل مثل باقي الحيوانات البيولوجيه لابد وان يموت لكنه في نفس الوقت الانسان هو الكائن الوحيد الذي يفكر وينشغل بالابديه وبدون رجاء في الخلود يعني يكون حياتنا على الارض هنا انه اشقى جميع الناس لكن الحقيقه التي لا يمكن ان ينكرها احد ان الانسان هو الكائن الوحيد الذي يفكر في الابديه او الخلود وذلك لان الله وضع في قلبيه قلبه او قلوبنا منذ البدء انه موضوع الابديه لكن ماذا يقول الكتاب عن هذا الامر؟ وماذا يقول الكتاب عن ما بعد الموت؟ وهل الحياه الابديه هي حقيقه؟ وهل الهلاك الابدي هو ايضا حقيقه؟ هل السماء والجحيم حقيقه؟ كل هذه الاسئله وغيرها سوف نتناولها بالشرح والتحليل في هذه الحلقه والحلقه القادمه وعشان كده بذكر حضراتكم بان خطوط تليفوناتنا مفتوحه ويسعدنا استقبال مداخلاتكم وتساؤلاتكم. عن موضوع هذه الحلقه ماذا بعد الموت ابدا بحقيقه بيتكلم عنها الكتاب المقدس وهي الموت وكيف دخل الموت الى العالم الموت لم يكن جزء من الخليئة التي خلقها الله لكنه دخل الى العالم في لحظه ما وفي زمان وفي حدث معين يقول لنا الكتاب انه الرب اوصى الرب الاله ادم قائلا: من جميع شجر الجنه تاكل اكلا، واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها، لان يوم تاكل منها موتا تموت، وده كان اول ذكر في الكتاب المقدس عن الموت، اول مره ورد فيها كلمه الموت في هذه العباره، يوم تاكل منها موتا تموت ففي الخليقة الأولى عندما خلق الله السماوات والأرض وخلق كل الأشياء وخلق, وخلق الكون وفي الآخر خلق الإنسان أن يعني يقول لنا الكتاب وراء الله وإذ ما صنع إذ هو حسن جدا فلم يكن ضمن خطة الله للخليقة الموت لكن الموت دخل هنا نتيجة سقوط الانسان لان يوم تاكل منها موتا تموت الحقيقه دي حقيقه مهمه جدا في فهمنا للموت وللالم وكيف دخل الموت والالم الى هذا العالم عشان كده الرسول بولس في رميه خمسه بيقولها بكل وضوح بيقول لنا بانسان واحد دخلت الخطيه الى العالم وبالخطيه الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطا الجميع يبقى بالخطيه دخل الخطيه دخلت الى العالم وبالخطيه الموت اللي هو نتيجه الخطيه اجره الخطيه يوم تاكل منها موتا تموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع إيه؟ جميع الناس ومفيش حد ابدا هيهرب من الموت وضع للناس ان يموتوا مره فالموت هو اخر عدو زي ما بيقول الكتاب اخر عدو يبطل لان اجره الخطيه هي موت ده قال بولس الرسول في روميا 6 وفي عدد 23 يعني زي في روميا 5 12 قال لنا ايه قال لنا وبالخطيه الموت بالخطيه الموت وجيه هنا في روميا 6 قال لنا لأن أجرة الخطية هي موت أجرة الخطية هي موت إبليس له سلطان الموت وعشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا إيه بيقول لنا إنه الرب يسوع أتى إلى العالم ومات من أجل الخطاة ولكنه عندما تجسد يقول الكتاب فإس قد تشارك الأولاد في اللحم والدم إن كل الجنس البشري مشترك في هذه العناصر في اللحم وفي الدم إنه إنسان كامل إنسان كامل. اشترك هو أيضا كذلك فيهما أي أن يسوع المسيح صار إنسانا كاملا. الشيء الوحيد اللي اللي بيفرق ما بين الرب يسوع المسيح وبقية البشر هو أنه كان بلا خطية. لكنه لماذا صار يسوع المسيح انسانا، لماذا اشترك يسوع المسيح في اللحم والدم مثلنا؟ الغرض؟ الهدف؟ الغرض والهدف بيوضحوا لنا في بقيه الآية. الآيه بيقول لنا ايه؟ لكي يبيد بالموت يبقى هنا في يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس لانه بالخطيه دخل الموت الى العالم. وصار ابليس له سلطان الموت اي ابليس ويعتق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبوديه الرب يسوع المسيح صار انسانا ومات من اجلنا على عود الصليب لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت ذاك الذي له سلطان الموت وعش كده يقول لنا الكتاب انه اخر عدو يبطل هو الموت عندما يأتي يسوع المسيح في مجيئه الثاني وعندما يختطف المؤمنين وعندما يقيم الأموات الذين رقدوا في الرب عندما يغير الاجساد ويقيم الاموات فاخر عدو يبطل تكون نهايه للموت في هذا العالم عندما ياتي يسوع المسيح في مجيئه الثاني اخر عدو يبطل هو الموت عشان كده يقول لنا الذي ابطل الموت هو ابطل الموت بصليبه وانار لنا الحياه والخلود لكن اوقات كثيره لما بنيجي عند الايه انه موتا تموت انه يوم تاكل من هذه الشجره موتا تموت وبنتساءل ما هي طبيعه الموت ما هي طبيعه الموت اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس هل بيقصد بيها موت روحي هل بيقصد بيها موت جسدي فقط ام ان الكتاب المقدس لما بيكلمنا عن الموت بيكلمنا عنه في ابعاد اكثر مما نتخيلها او مما نتصورها خلينا احط الرسمه دي قدام حضراتكم وأحب انها يعني تبقى واضحه دايما في ذهنكم واحنا بنتكلم عن الموت الموت في الكتاب المقدس الموت في الكتاب المقدس او عندما قال رب موتا تموت كان في ثلاث انواع من الموت ثلاث انواع من الموت اول حاجه الموت الروحي وهتكلم عنه يعني ايه موت روحي يعني الانسان ميت روحيا وفي ايضا موت جسدي كويس الى من التراب والى التراب تعود لكن كمان في بعد اخر وهو الموت الابدي يبقى الكتاب المقدس لما بيكلمني عن موتا تموت بيكلمني عن الثلاث ابعاد دول عشان كده لما البعض بيتساءل اهو الرب قال انه يوم تاكل من هذه الشجره موتا تموت لكنه ادم ما ماتش في الحال ادم عاش فيبقى فهو بيفكر انه هنا تناقض لكنه بينسى انه في تكوين أصحاح خمسة انه ادم بعد الحياة التي عاشها 930 سنة يقول الكتاب ومات ادم فبيأكد لنا انه الموت دخل الى العالم الموت الجسدي وكذلك الموت الروحي وكذلك الموت الابدي طيب يعني ايه الموت الجسدي الموت الجسدي تعريفه بكل بساطة هو زوال وانتهاء الحياة بالجسد وذلك بانفصال الروح عن الجسد انه الانسان بتنتهي حياته على الارض بالجسد انه بتنفصل الروح عن الجسد في الموت الجسدي عشان كده يقول لنا الكتاب في اصحاح في تكوين اصحاح خمسه يقول لنا طويله جدا من عاش كذب كم سنة و ومات وعاش عاش وأنجب ومات وعاش وأنجب ومات فيقول لنا لستة طويلة بالأباء الذين عاشوا آه ثم ماتوا يقول الكتاب ومات آه آدم وبعدين يقول لنا ومات آه شيث ومات آه أنوش ومات قينان ليه الكتاب بيقول لنا هذه اللستة طويلة يؤكد لنا أنه الحقيقة اللي الرب اعلنها انه فعلا الانسان دخل اليه الموت بسبب الخطيه. الموت الجسدي عشان كده فيرجع التراب الى الارض كما كان وترجع الروح الى الله الذي اعطاها. ده بحسب سفر الجامعه التعريف الموت الجسدي ان التراب يعود الى الارض والروح تعود الى الرب الذي اعطاها لكنه حاله هذه الروح وبتروح فين ده موضوع بقى كبير هنكمله مع بعض في الحلقه دي او الحلقه اللي جايه لما نتكلم عن المصير الابدي سواء الجحيم او الحياه الابديه للمؤمن او للخاطئ الموت الروحي في الكتاب المقدس هو انفصال الانسان عن الشركه مع الله انفصال الإنسان عن الله بسبب الخطية أن خطاياكم صارت فاصلا بيني وبينكم فيحيا الإنسان على هذه الأرض بدون شركة وبدون علاقة حية مع الله ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر هكذا يقول الإنسان الميت روحيا ولنا الكتاب أن الإنسان البعيد عن الله هو فعلا ميت روحيا عشان كده بولس الرسول يقول لنا في أفسس وفي أصحاح اثنين وأنتم إِسْكُنْتُمْ كنتم أمواتا قبل الإيمان كنا أمواتا بإيه بالخطايا كنا أمواتا بالذنوب والخطايا وأنتم إذ كنتم كلم المؤمنين في أفسس كنتم امواتا بالذنوب والخطايا لكن احياكم مع المسيح فاحنا نلنا الحياه بعد ما كنا اموات مع المسيح يسوع. ده الموت الروحي. وعشان كده الانسان العايش ممكن يكون عايش لكنه ميت روحيا ملهوش علاقه مع الله. ممكن يكون بيتحرك ممكن يكون بيفكر لكنه بعيد عن الله. انه اله هذا العالم قد اعمى اذهان غير المؤمنين. وكثير من الناس حوالينا وفي عالمنا وفي العالم كله ياما ناس بنشوفها كثير جدا عايشة لكنها ميتة بالذنوب والخطايا يعني عشان كده الرب يسوع شجعنا وكلفنا كمؤمنين اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها فدي مسؤوليتنا أن نكرز بالإنجيل للخليقة كلها وبنشكر الرب الأجل كل وسيلة الرب بيستخدمها لكي ما تصل رسالة المسيح إلى الخليقة كلها وده الهدف الأساسي الذي أيضا وجدت من أجله خدمة قناة الحياة التي من خلالها تصل الرسالة إلى البعيدين وإلى الأموات بالذنوب والخطايا الذين يفتح الرب عيونهم فيقبلوا يسوع المسيح المخلص وينتقلوا من الظلمه الى النور ومن الموت الى الحياه فاحنا بنشكر رب كتير من اجل خدمه القناه ومن اجل كل الخدمات التي تقدم لمجد المسيح فيها. الموت الابدي هو المصير النهائي للانسان الذي يظل في حياته على الارض منفصل عن الله، يعني هو قضى كل حياته على الارض منفصل عن الله، بعيد عن الله فبالتالي مصيره الابدي بيكون ايضا انفصال عن الله وبعد عن الله هو الانفصال الابدي عن الله بالطرح في جهنم النار عشان كده يقول لنا سفر الرؤيا وفي اصحاح 21 وفي عدد 8 اما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت هذا هو الموت الثاني يعني هم ماتوا جسديا لكن هناك موت أبدي هيعيشوا في الأبدية كلها حيث النار التي لا تنطفئ والدود الذي لا يموت. وهل النار التي لا تنطفي والدود الذي لا يموت ده شيء حرفي ام انه يعني شيء روحي؟ هنتكلم عن الموضوع ده في حديثنا عن الجحيم وعن العذاب الابدي. ملاحظات ملاحظات مهمه جدا واحنا بنتكلم عن ما بعد الموت. اول حاجه الموت لم يكن جزء من خطه الله. للانسان بل هو نتيجه لدخول الخطيه يعني لما النهارده نرى الموت في العالم ولما النهارده نرى الالم الذي في العالم ولما نرى الظلم اللي في العالم، ولما نرى الذبح وال والتعذيب الذي في العالم، يكفي ان بس ان نشوف الاحداث اللي تمت الاسابيع الماضيه من اعمال ارهابيه في اوروبا او في العالم العربي، يكفي ان احنا بس نطلع على ما يحدث من حولنا من احداث ونرى القتل والذبح وال... والانفجارات و... و... وقتل الابرياء و... وذبح حتى الكبار السن سواء يعني زي ما حصل امبارح الكاهن في كنيسه فرنسا انه ازاي دخل عليه ارهابيين واركعوه على الارض وذبحوه انه هذه الجرائم كلها هي نتيجه خطيه الانسان نتيجه خطيه الانسان ولا يوجد شيء ممكن أن يوقف الإنسان من أن يفعل هذه الجرائم إلا أن يغير الله قلبه بعمل يسوع المسيح الذي صنعه من أجله على عود الصليب فالخطية دخلت إلى العالم لما نرى ما في هذا العالم من خطايا ومن الشرور ندرك أن الشر اللي موجود النهاردة نتيجة الخطية التي دخلت إلى العالم خليني أخذ مداخلة ونكمل مع بعض كلامنا عن هذا الموضوع المهم. الو؟ الو رامي رامي من انجلترا؟ المسيح. رامي سلام رامي المسيح سلام المسيح اخ رامي اهلا وسهلا بك والله حتى ننهي الارهاب الاسلامي انا طلبت بانه يلغوا او يعدلوا الكلمات في القران ويلغوا كل الايات التي تحرر من القتل مم. والتي تنعت المسيحيين واليهود بالقرده والخنازير والى اخره. اه فعندما فان اذا انت تؤمن بالقران بانه كلام الله فانت عندك بسموها مش بانك تأتي كل واحد لا يؤمن بمحمد والله. يا yeah. فهون الدول الاوروبيه او الدول المتحده لازم ينتبهوا انه يلغوا الكلمات التي تجعل من المسلم له الحق بقتل غير المسلم. اشكرك على هذا يسو. اشكرك انا كنت أنا حبيت شارك انا من الحاضرين وبشكر ربنا يسوع على نعمه الخلاص اللي اعطاني اياها نشكر رب نشكر رب لاجلك أنا خمس سنوات ومتعمد متعمد باسم الرب يسوع طب وازاي آه ازاي عرفت الرب؟ يعني هل إيه. هل لقناه الحياه دور في معرفتك للرب؟ عفوا ازاي عرفت الرب انت واسرتك بقول هل قناه الحياه كان دور في معرفتك للرب قناه الحياه الى الى اكثر من 90 او 95% الدور معرفتي ل حقيقه الاسلام ومنها الى معرفه المسيح والمعموديه نشكر رب لاجلك لحتى توصل لنعمه يسوع المسيح فلازم تعرف بانه الاسلام على خطأ هذا آه. اهم شيء عندما يؤمن بان الاسلام على خطا فسيكون الطريق الى يسوع المسيح إلى كل المجد ولكن طول ما انك لا تؤمن او انك تؤمن بان الاسلام على حق فلن تذهب الى المسيح فاللي بتعمله قناه الحياه هي رساله كثير عظيمه انها تثبت او تفرجي المسلم بانه على خطا امم وعندما يقتنع على خطا فسيذهب الى المسيح وهذا اللي صار معي انا عندما قرات القران حسيت بمؤامره مم. ولقيت شغلة مهمة بأنه يهاجم اليهود والنصارى بكثرة فكان هذه علامة استفهام بلشت أفكر فيها وبلشت في قناة الحياة وصلتني إلى أني كفرت بالإسلام لا أؤمن نش... بأي شيء ممكن. نشكر رب لأجلك يا أخي بال... رب بال... بال... ربنا يسوع اعطانا كل شيء الحمد لله نشكر رب لاجلك الف مبروك الف مبروك ونشكر رب لاجلك والرب يباركك ويستخدمك اكثر واكثر هي فعلا وده ده الفرق الكبير ما بين الكتاب المقدس وما بين القران انه اوقات كثيره يقول لنا مثلا انه تم يعني الكتاب المقدس مشابه للقران الكتاب المقدس لا يوجد مقارنه ما بين الكتاب المقدس وما بين القرآن، يعني في في برنامج عامله الاخ رشيد جميل كده وصغير اسمه مفارقات، يعني بيحط الفروق ما بين الكتاب المقدس وما بين تعليم القرآن، لكنه فعلاً الكتاب المقدس هو اللي يقرأ الكتاب المقدس يحب الناس، اللي يقرأ الكتاب المقدس يبقى قلبه مليان بالرحمه والشفقه، اللي يقرأ الكتاب المقدس يتغير الى الافضل. أما القرآن فهو العكس بالضبط إنه, أنه يجعل من الإنسان بلا رحمة بلا شفقة إنسان فعلا يقتل ويذبح وزي ما قال الرب يسوع ذاك كان قتالا منذ البد أي إبليس الموت زي ما قلت لم يكن جزء من خطة الله لكنه دخل إلى العالم نتيجة الخطية الموت أيضا يعتبر نهاية الفرصة بالنسبة للإنسان ودي نقطة مهمة عزيزي المشاهد فعلا يعني أوقات كتير ما بنفكرش فيها وإحنا على الأرض الرب بدينا فرص كتير جدا يعني الأخ رامي الرب اداله فرص إنه, أنه يفكر فرص أنه يبحث بنفسه عن الحق يبحث عن إيه الصح وإيه الغلط إنه يقرأ القرآن ويقرأ الإنجيل ويعرف ايه الرسالة دي وايه الرسالة دي وليه ده هنا وده ليه ده هنا ويقارن ما بين دون وما بين دون وانه الرب يديله اداله فرص انه إن يعمل كده على الارض فلما عرف الحق قبل يسوع المسيح قبوله ليسوع المسيح أعطاه انه يضمن ابديته ف فالفرص اللي بيديها لنا الرب على الارض اوقات كتيرة نقول انه ناجلها اوقات كتيرة نقول احنا مشغولين او ان احنا مش فاضيين ان احنا نعمل كده نفكر في كل حاجه فيما عدا ان احنا نفكر في مصيرنا وفي ابديتنا الرب يفتح عينك عزيزي المشاهد انك من النهارده تبدا تفكر في مصيرك الابدي وتعرف انه على الارض هنا بيتحدد مصيرك الابدي حياتك اللي بتعيش على الارض هي التي تحدد مصيرك الابدي وده بنقراه في الكتاب المقدس كتير مرات ومرات عديده كمان بالموت بيدخل انسان الى مرحله هي مرحله الدينونه انه الرب بيدينا فرص للتوبه واحنا عايشين على الارض لكن بعد انتهاء هذه الفرص عندما ياتي الموت تنتهي هذه الفرص وندخل الى مرحله جديده وهي مرحله الدينونه مرحله الدينونه حقيقه الدينونه هي هل الدينونه دي حقيقه ولا لا مش حقيقه هل هناك فعلا فاينل جادجمنت؟ هل هناك يعني هلاك ابدي؟ هل فعلا الانسان حياته بتنتهي بالموت وخلاص والتراب يعود والانسان بيبقى زي بقيه الحيوانات ملهوش خلود ملهوش أ ابديه ام انه هناك حياه بعد الموت وهناك ايضا حقيقه اسمها حقيقه الدينونه النهائيه. الكتاب المقدس واضح جدا في الكلام عن الدينونة النهائية فمتى عشرة الرب يسوع يقول ايه الحق الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم وعمورة يوم الدين حالة اكثر احتمالا من لتلك مما لتلك المدينة يعني المدينة اللي رفضت الرب يسوع اللي صنع فيها آيات ومعجزات لكنها رفضته يقول الكتاب انه سدوم معمورة زي ما اختبرت دينونة الله اتى عليها نار وكبريت واحرق المدينة وكل ما فيها وكان هذا دينونة من الله على المدينة وعلى آآ آآ شرورها هيكون في يوم الدين في يوم الدينونة لهذه المدينة التي رفضت الرب يسوع حالة يعني يعني هتكون حالتها اكثر ألما وعذابا مما كانت لسدوم وعموره وفي متى 11 يقول الرب يسوع ايضا هذه الكلمات حينئذ ابتدأ يوبخ المدن التي صنعت فيها اكثر قواته لانها لم تتب يبقى الرب اعطى للمدن التي صنع فيها اياته وعجائبه انها فرصه انها تتوب لكنها لم تتب وناس كتير يقولوا احنا احنا بس نشوف معجزات الله احنا لو ربنا عمل معجزات احنا ممكن نتوب في ناس كتير ربنا عمل معاها معجزات وما تبتش كويس فالمعجزات ليست هي اه يعني الدافع ليك علشان تتوب لكنه التوبه ده عمل الهي بالروح القدس انه الانسان يدرك احتياجه الى شخص الله ويبحث عن الله ويبحث عن الحق وعندما يدرك الحق يقبل هذا الحق و ويعيش به فيقول الكتاب انه الرب يسوع وبخ المدن التي صنعت فيها اكثر قواته لكنها لم تتم ويل لك يا كورزين ويل لك يا بيت صيدا لانه لو صنعت في صور وصيدا القوات المصنوعه فيكما لا تابت قديما في المسوح والرماد ولكن أقول لكم أن سور وصيداء تكون لهما حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكما يعني يعني هناك دينونة آتية على هذه المدن وفي متى 25 في كلام الرب يسوع عندما تحدد الرب يسوع في متى 24 و25 و26 بيتكلم عن المجيء الثاني وفي متى 25 قال لنا مثل الخراف والجداء لكنه قال لنا هذه الكلمات الصريحة اللي تؤكد حقيقة الدينونة النهائية ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجمع امامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء فيمضي هؤلاء الى عذاب ابدي يبقى هناك في عذاب ايه؟ ابدي كويس ويمضي الابرار الى الحياه الابديه يعني الاشرار الى العذاب الابدي والابرار الى الحياه الابديه فهناك دينونه نهائيه هتحدد مصير الانسان ان كان شرير لم يقبل الرب فيكون مصيره الهلاك الابدي ان كان بار قبل يسوع المسيح وقبل عمل المسيح يسوع من اجله هيكون له الحياه الابديه ايضا بولس الرسول يقول لنا انه لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله يبقى لما هيأتي وقت في ربنا هي هينير خفايا القلوب ويظهر أيضا آراء القلوب رب هيعمل كده يوم الدينونه في بطرس الثانية وأصحاح اثنين وفي عدد أربعة يقول لنا أيضا رسول بطرس لأنه إن كان الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأوا إحنا عارفين أنه عندما سقط إبليس سقطت معه أيضا ثلث الملائكة ويقول الكتاب أنه بعضهم موضوع في سلاسل الظلام طرحهم في جهنم وسلمهم محروسين القضاء فهناك يوم للقضاء فالدينونه النهائيه مش بس هتبقى دينونه تشمل البشر لكن ايضا هتشمل الملائكه والملائكه الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى يوم دينونه الى الى دينونه اليوم العظيم بقيود ابديه تحت الظلام. وفي اعمال 17 في كلام الرسول بولس هو في وعظه في مدينه اثينا قال فالله الذي فالله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا يبقى التوبه هنا امر الهي هذه التوبه عندما يتوبوا ويتركوا خطاياهم كويس ويقبلوا يسوع المسيح يتغاضى عن ازمنه الجهل يمحى كل الماضي لانه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع ايمانا اذ اقامه من ايه؟ من الاموات. يسوع المسيح سياتي لكي يدين الاحياء والاموات وفي سفر الرؤيا وفي اصحاح 20 بنقرا ثم رأيت عرشاً عظيماً أبيض والجالس عليه هو الجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع ورايت الاموات صغارا وكبارا واقفين امام الله وانفتحت اسفار وانفتح سفر اخر هو سفر الحياه ودين الاموات مما هو مكتوب في الاسفار بحسب اعمالهم وسلم البحر الاموات الذين فيه وسلم الموت والهويه الاموات الذين فيهما ودين كل واحد بحسب اعماله وطرح وطرح الموت والهويه في بحيره النار هذا هو الموت الثاني وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياه طرح في بحيره النار يبقى هناك الدينونه النهائيه ان هناك سيقف الجميع امام كرسي المسيح وهناك دينونه نهائيه تنتظر هذا العالم الدينونة النهائية هي اكتمال لدينونة الله للعالم الذي نعيش فيه يعني من يقرأ فينا التاريخ البشري وبالأخص لما نقرأ العهد القديم ونعرف أحداث العهد القديم نعرف أن الله أعلن دينونته مرات ومرات من خلال الأحداث التاريخية في العهد القديم فمثلا أعلن الله دينونتو في التاريخ البشري وما زال يعلن دينونتو في التاريخ البشري هديكم بعض الأمثلة على هذا لما الله أدان العالم بالطوفان ألم يكن الطوفان دينونة من الله على العالم الخاطي كويس عندما أدان الله سدوم وعمورة وحرقت سدوم وعمورة وكل ما فيهما ألم يكن هذا دينونة من الله عندما ايضا فتحت الارض فاها وبلعت المتمردين على موسى الم يكن هذا دينونه من الله عندما دمرت مدينه اورشليم عندما قال لها الرب يسوع انه يا اورشليم يا اورشليم يا قاتله الانبياء ورجمه المرسلين اليها كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولكنكم لم تريدوا هوذا بيتكم يترك لكم خرابا الم يكن خراب اورشليم سنه سبعين ميلاديه دينونه من الله وبعدين يجي في رميا اصحاح واحد وفي عدد 18 يقول ان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم. هناك في التاريخ الله مارس عدله ودينونته بصوره مصغره في احداث معينه حدثت في اماكن مختلفه. لكن اكتمال هذه الدينونه الذروه بتاعت هذه الدينونه هي الدينونه الاخيره الله كديان عندما ياتي كديان في الدينونه الاخيره سيدين الاحياء والاموات وقتها زي ما بيقول الكتاب في سفر الرؤيا ان الاشرار يقولون للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش وعش كده الله بيتانى البعض بيقول ليه ربنا ساكت ليه ربنا صامت ليه امام القتل والذبح اللي موجود النهارده في العالم ربنا مش بيتدخل لان الله بيعطي للعالم فرصه للتوبه فرصه للتوبه وبيعطي حتى لبتوع داعش فرصه للتوبه هو لا يريد ان يهلك احد بل ان يقبل الجميع الى التوبه لكنه حياته وقت سواء بموت الانسان او بمجيء المسيح في مجيئه الثاني وتنتهي كل الفرص ويكون للانسان الذي عاش حياته على الارض ورفض المسيح سيكون مصيره الهلاك الأبدي. وأما من قبل يسوع المسيح مخلصا شخصيا فسيكون مع المسيح إلى الأبد. الله أيضا بيعلن دينونة على الشعوب والأمم مش بس على الأشخاص لكنه على الشعوب والأمم يعني لما نقرا يعني إشعياء كمثال لدينونه الله على على الشعوب واشعياء ابتداء من اصحاح 13 وحتى اصحاح 23 هو اعلان دينونه الله على الشعوب وعلى الامم يعني لما نقرا ابتداء من عدد من اصحاح 13 نبوه ضد بابل وفي اصحاح 14 نبوه ضد اشور وفي 15 نبوه ضد مواب وضد دمشق وضد كوش وضد مصر كويس وكوش ومصر ونبوه ضد بلا... نبوه عن بلاد العرب نبوه عن اورشليم نبوه عن شبنه نبوه عن سور انه الله بيعلن انه مش بس هو اله أشخاص لكنه هو إله الكون هو هو صاحب هذه الأرض هو خالق الإنسان هو مالك الإنسان هو الديان العادل لهذه الأرض كمان الله بيدين ملائكة وسيدين الملائكة التي أخطأت الدينونة النهائية حقيقة كتابيه، لكن حقائق اساسيه عايز اقولها عن الابديه. والحقائق دي مهمه جدا اعزائي المشاهدين ان احنا نلتفت اليها. كل انسان سيدخل الابديه سواء في السماء او في الجحيم، يعني يعني انا كأ بما اني انا انسان فانا كائن آآ آآ مخلوق وفي نسمه الله وهذه النسمه هذه الروح لن تموت. فيكون لها مصير أبدي وهيجي وقت في مجيء المسيح الثاني حتى الأجساد أجساد الأبرار أو أجساد الأشرار ستقوم وهؤلاء يكونون للهلاك الأبدي والمؤمنين يكونون للحياة الأبدية فالأبدية حقيقة مش ممكن ابدا للإنسان ان يهرب منها واكثر شيء بيزعج الانسان هو تفكيره في مصيره بعد الموت انا رايح فين بعد الموت وهذا ما يقدمه الايمان المسيح الايمان المسيح يقدم تاكيد ويقين قلبي ان الانسان الذي قبل يسوع المسيح هو حتى وان مات فانه سيحيا ان مات فسيحيا لكن التفكير الاسلامي او عن الموت هو انه حتى الانسان على الارض مهما عمل هو لا يضمن ابدا ابديته حتى لو رجل في السماء ورجل بره السماء هو لا يضمن انه يدخل السماء طيب ما عندنا مداخله آه الاخ ابو مهند مساء الخير مساء النور اخ ابو مهند اهلا وسهلا تحية محبة الاخ اشرف عزمي الدكتور اشرف عزمي اهلا وسهلا بحضرتك سؤالي سؤالي يتمحور حول هذه القصه هل هل يعني الموت التجديد او الرجوع الى الله كما ورد في سبر الامثال واشعياء هل يحيا الانسان مره اخرى لو وجهنا هذا السؤال الى عده اشخاص مم. ماذا نجد الجواب فلا شك اخرون كثيرون لا يقبلون الحياه بعد الموت واخرون مم. يقولون لا نعلم ولكن يسوع المسيح بيرنا الفرق حين إن قال انا هو القيامه والحياه مم. من امنت وان مات الساحره كان حيا وامن به الى الابد يوحنا 26 26 اشهد الموت كما كما تعلم ارجو اجابتي علي اذا سمحت حاضر أم. أه هل الانسان يحيا بعد الموت بالتاكيد أن هناك حياة بعد الموت بالتأكيد. يقول لنا كده في سفر الجامعة أن الله وضع الأبدية في قلوبهم. الكائن الوحيد على هذه الأرض الذي يفكر في مصيره بعد الموت هو الإنسان. وحتى لو درسنا تاريخ الشعوب ويمكن إحنا كمصريين يمكن من أكثر الشعوب اللي فكرنا في الخلود. فالخلود جزء اساسي من تفكير الشخصيه المصريه القديمه وكل ما عندنا النهارده من آثار ومن معابد ومن اهرامات ما هو الا نتيجه اليقين بفكره الخلود خلود الشخص، خلود النفس فليه للانسان بيفكر في الخلود لانه الانسان منذ ان خلق الله وهو فيه هذه البصمه الالهيه البصمه الالهيه انه الله نفخ فيه نسمه حياه نسمه الحياه دي بصمه الله في الانسان اللي مش موجوده في بقيه المخلوقات فعندما يموت الانسان وتنتهي حياته وينفصل الروح عن الجسد الروح ان كان انسان بار زي ما قال لنا الرب يسوع في العذر والغني ان كان الانسان هذا بار بيروح الى الى مع القديسين في في ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا وتظل الروح هناك الى ان تاتي مع المسيح في مجيئه الثاني حينئذ يقوم الجسد الذي تحلل وجسد جديد نوراني هذا الجسد يتحد بالروح ويسكن مع المسيح إلى الأبد أما الأشرار فتروح أرواحهم إلى الهلاك الأبدي إلى العذاب يعذبون لكن أيضا في مجيء المسيح الثاني أن أجساد الأشرار ستقوم وتتحد مع أرواحهم وتذهب أيضا إلى الهلاك الأبدي فهناك الأبدية بعد الموت وعشان كده الكتاب بيقول لنا انه للانسان ان يختار في حياته على الارض ما نختاره اليوم يحدد مصيرنا الابدي يقول كده انه في دانيال 12 يقول لنا وكثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون هؤلاء الى الحياه الابديه وهؤلاء إلى الإزدراء الأبدي الهلاك الأبدي والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كوك... كك... ككواكب إلى أبد الآبدين كمان يقول لنا في رؤية 12 20 زي ما احنا قرينا ودينوا كل واحد بحسب أعماله وطرح الموت والهوية في بحيرة النار هذا هو الموت الثاني وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار الحقيقة الثانية يبقى الحقيقة الأولى أنه هناك أبدية سواء آآ آآ مقتنع بيها او مش مقتنع بيها الكتاب المقدس بيأكد لنا انه هناك حياة بعد الموت هناك ابديه المشكله الاساسيه بقى التي تواجه الانسان اين سيقضي ابديته هيقضيها فين حاجه ثانيه ان كل انسان عنده حياه وفيها يتحدد مصيره انه ان احنا حياتنا هنا على الارض بتحدد مصيرنا الابدي وضع للناس ان يموتوا مره ثم بعد ذلك الدينونه بعد بمعنى ايه بمعنى انه مفيش فرص ثانيه لما يقول ثم بعد ذلك الدينونه بمعنى انه كل الفرص اعطيت للانسان وهو على الارض. ولن تعطى له فرص جديده بعد موته. الحقيقه الثالثه ان السماء او الجحيم كمصير ابدي بيتوقف على قبول الانسان او رفضه للمسيح يسوع. يعني يعني ان كان هناك أبدية وأنه قرارنا على الأرض بيحدد مصيرنا الأبدي فالقرار أساسا مرتبط بالإيمان بشخص يسوع المسيح وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله إنه من آمن به ولو مات فسيحيا يعني. كويس لكن كمان في آية جميلة عارفينها كلنا في يوحنا ثلاثة وفي عدد 16 وعدد أيضاً 36 لأنه مهم يقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يبقى الحياة الأبدية مضمونة فقط بالإيمان بالمسيح يؤمن به وبعدين ياكدها الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله يعني اللي ليه الابن ليه حياه ومن ليس له الابن ليست له حياه واكثر من كده سيمكث عليه غضب الله طيب قبل ما نتكلم عن الحالة الأبدية للإنسان بعد الموت هنتكلم عن لو الإنسان مات النهاردة و إلى أن يأتي المسيح في مجيئه الثاني اللي هي الحالة الأبدية الإنسان دون بيكون فين ماذا بعد الموت يعني كل الذين رقدوا في الرب او الذين رقدوا او ماتوا بعيدين عن الرب الى ان ياتي الرب يسوع المسيح وتبدا الحاله الابديه ليهم هما هم فين ماذا بعد الموت هقول بعض الافكار الغير كتابيه واوقات التعريف الشيء بيكون ب بي تعريف الضد او انه 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 الشيء ليس هو الاول ففي بعض الافكار الغير كتابيه المرتبطه بهذا الموضوع وبعدين هتكلم عن الفكر الكتابي ماذا يقول الكتاب المقدس عن هذا الامر. اول حاجه هناك فكره المطهر البورغريتوري فالمطهر دي عقيده في الكنيسة الكاثوليكية وهذه العقيدة بتؤمن أن الإنسان بتكلم عن المؤمنين أنا بتكلم عن الخطأ أنه الإنسان لما بيموت بيروح إلى المطهر والمطهر هو مكان تعذيب وألم بس هو أيضا مكان تطهير فالإنسان بيتطهر من الشوائب والخطايا المتعلقة به علشان يعد ويدخل إلى السماء واضح الفكرة يعني هو زي ما قولي ترانزيت ترانزيت ما بين ما بين الأرض وما بين السماء فالإنسان لما بيترك الأرض بيروح للترانزيت ده هو ترانزيت مؤلم شوية بس هو هو المطهر وبعدين بعد ما يتطهر من خطاياه كلها ويتقدس يطلع الى ايه؟ يروح الى السماء. كويس؟ وعش كده العقيده دي بتقول انه بعد موت الشخص المؤمن تذهب روحه الى مكان يسمى المطهر، وطبعا كلمه المطهر جايه من كلمه تطهير يعني حتى من معنى يتنقى من كل الشوائب لتكون نفسه مؤهله لدخول السماء. فهو مرحله متوسطه بين الموت وبين ايه؟ وبين سماعه، وبين حياته كانت هنا وانتهت بالموت وبين انه يدخل السماء. طبعا العقيده دي هناك اعتراضات عليها حتى من الكتاب المقدس نفسه. واول حاجه انه هذه العقيده ليس لها اي سند كتابي، يعني يعني كل الادله والبراهين الكتابيه بتقول عكس كده، فهي ليست لها أي سند كتابة اعتمدت أساسا على نص موجود في الأصفار المحذوفة الأصفار الأبوكريفية وهو موجود في المكابين الثاني وفي عدد أصحاح 12 وعدد 39 إلى 45 بيعتبر هذا النص أيضا هو النص اللي بتبنى عليه فكرة الصلاة لأجل الموتى فعشان كده وعشان كده من يؤمنون بهذه الافكار يصلون لاجل الموت ليه؟ لانه لما انت بتصلي لاجل الميت ولما انت بتعمل اعمال من اجل او باسم هذا الميت كويس روحه بتتطهر بسرعه فبينطلق بسرعه الى 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 السماء. آه طيب اخذ المكالمه واكمل آه الجزء الخاص عن المطهر. آه آه الاخ بن علي من الجزائر نعم بن عليا من الجزائر نعم اهلا وسهلا بحضرتك اهلا نعم. وسهلا ربنا أهلا الو اه طيب ممكن حضرتك بس تعاود الاتصال بينا وطبعا بنرحب بيك وبنرحب بمداخلتك بي فزي ما قلت انه اعتمدت على نص موجود في الاسفار المحذوفة الاسفار الابوكريفية وهو في المكابين الثاني والنص ده يعتبر اساس ايضا الصلاة لاجل الموت اللي ملهاش اي سند كتابي في الكتاب المقدس الكنيسة الكاثوليكية اقرت هذه العقيدة في مجمع ترينت اللي احنا بنسميه Encounter Reformation أو المجمع المضاد للإصلاح الذي نادى بالكتاب المقدس وحده وأقرتها في سنة 1547 عقيدة المطهر هي أيضا أساس الصلاة لأجل الموتى لأن بالصلاة لأجلهم وبالتبرع باسمهم تتطهر النفس بسرعة وتنطلق إلى السماء هذه العقيدة ده الخطورة الكبيرة تعتبر كويس انكار صريح لكمال عمل المسيح من اجل الانسان المسيح الذي اكمل كل عمل الفداء على صليب وقال قد اكمل فانا مش محتاج ادفع شيء انا محتاج اقبل المسيح يسوع المسيح مخلص شخص الحياتي و الحياه الابديه بالايمان به لكن هذه العقيده تؤكد على انه لا الانسان لازم يدفع ثمن انها تخدع وتوهم الانسان بان السماء يمكن ان تشترى عشان كده ناس كتيره بتعمل اشياء باسم الاموات وناس كتيره بتصلي لاجل الاموات وناس كتيره بتصلي بتعمل مشاريع لاجل الاموات لانهم بيفكروا بهذا الشيء انه يعني هم بيعملوا فيفر لله فالروح دي تنطلق بتاعتهم بسرعه الى السماء هذا الفكر ليس له اي سند كتابي ويسفني اقول هذا لكن هذه هي الحقيقه التي تعلمنا اياها كلمه الله. الفكره الثانيه وايضا فكره خاطئه هي فكره رقاد النفس او السول سليب. انه اصحاب هذه الفكره وبالاخص هم الادفنتست او السبتيين وكمان شهود يهوه بينادوا بانه النفس مش ممكن ابدا تنفصل عن الجسد، يعني ال ال النفس ليس لها وجود بعيدا عن الجسد، عشان كده لما الجسد بينام او بيموت ال ال النفس ايضا بتبقى موجوده معاه، مش بتنطلق هي موجوده معاه، وبتبقى في حاله اللا وعي منتظره القيامه، منتظره القيامه. لهذا يسمون المقابر عندهم الاسم المقابر بيسموه أماكن النوم يعني كوميتريا زي جاي من كلمة كوما أنه أماكن للنوم فبتنام فيها الأجساد وتنام فيها أيضا إيه الأرواح النفس لا يمكن أن تكون وتوجد منفصلة عن الجسد أصحاب هذه النظرية زي ما قلت هم الأدفانتست أو السبتيين أو شهود يهوه وهذه النظرية أيضا ليس لها أي اساس كتابي حتى وان كان الكتاب بيقول لنا انه بيوصف الموت للمؤمنين على انه رقاد لكنه الروح تنطلق الى الى السماء ولا تكون في القبر مع الجسد. طيب الفكر الكتابي بقى في هذه المرحله ما بعد الموت لحظه صعود روح المؤمن كويس بعد الموت مباشره بتكون مع المسيح كويس فتذهب روح وأما الخاطي فتذهب روحه إلى الجحيم وده بنشوفه في الغني وفي العاذر في لوقا 16 أنه العاذر إن روحه أو انطلق إلى حضن إبراهيم اللي هو شركة القديسين مع القديسين أما الغني فقد ذهب إلى الجحيم كويس فالحقيقه دي بياكدها الكتاب المقدس ويقول الكتاب فمات المسكين اللي هو العازر وحملته الملائكه الى حضن ابراهيم ومات الغني ايضا ودفن جسده دفن فرفع عينيه في الجحيم وهو في العذاب يعني كان روحه في تتعذب في الجحيم فلحظه موت الانسان انفصال الروح عن الجسد روح المؤمن تنطلق إلى مع المسيح وروح الإنسان الخاطئ تكون أيضا في الجحيم كويس الرب يسوع أيضا في كلامه مع اللص اللي كان على الصليب كان في لصين مع المسيح على الصليب واحد كان بيعيره والثاني يعني آمن به على الصليب وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ ده اللص التائب قال للرب يسوع كده اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ فقال له يسوع يسوع قال له ايه؟ الحق اقول لك انك اليوم تكون معي في الفردوس يعني اليوم في هذه اللحظه عندما تموت على الصليب انت ستكون معي في الفردوس ما لهوش انت بقى تروح مكان المطهر وتتطهر و و و ال وكمان بولس الرسول قال هذه العباره ليه ان انطلق واكون يعني لحظه انطلاقي بتكون باكون مع المسيح وعشان كده في كرونسوس قال لنا فنثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوت لحظه تغربنا عن الجسد هي لحظه لحظه استوطننا في عند الرب طيب معنا مكلمة؟ الاخ ابو نعم. رجوي نعم ايوه سلام سلام وتحيه سلام وتحيه اهلا وسهلا بحضرتك معلش انا عندي بعض الاسئله اريدك ان تجاوبني كل هذه الاسئله جاءت من المك... من الكتاب المقدس سواء كان قديما او حديثا طيب <applause> اسئله انا عندي بس ثلاث دقائق فاضلين على انتهاء البرنامج أنا, أنا, انا بتطرق اليها وانت حاضر رايك فيها طيب اديني انا عندي ثلاث دقائق فاضلين من البرنامج فانا هاخد على قد ما اقدر في دقيقه والباقي يعني ممكن نبقى الحلقه الجايه لو حضرتك تقدر تتكلم معانا ونتحاور في هذه الاسئله يبقى كويس قوي فانا انا سامح حضرتك اتفضل اوكي الشيء الاول يطلق على الوليد يسوع حين قدم للختان في اليوم الثامن بل اطلق عليه بل اطلق عليه زكريا نسبة لأبيه زكريا اللي هو أبو يوحنا المعمدان واعترضت مريم بهذا الاسم وأقرت أن يطلق عليه يوحنا وقد جاء وقد جميع سكان جبال اليهودية اعتلاء زكريا لمريم تجد هذا في لوقا واحد 59 60 طيب يعني السؤال الثاني اوكي الـ انت السؤال الاولاني مرتبط ب مرتبط باسم يوحنا اه اسمه اسمه اول شيء اعطيك أعطيه اسم آه. زكريا نسبه لابيه اوكي زكريا ابو يوحنا المعمدان اه واعترضت لهذا بهذا الاسم لا مش ان يطلق عليه يوحنا اولا وقد شاهد جميع سكان جبال اليهوديه آه. دي 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 امه زكريا لمريم امه اليصابات هذا الكلام في موقع واحد أوكي. في حضرتك حضرتك متلخبط زكريا واليصابات المقدس اوكي زكريا واليصابات دول اب وام يوحنا المعمدان بعد كده بعد كده في احداث ولاده الرب يسوع لكنه ال, 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 الاسم واللي كتبه يوحنا اللي كتبه سوري زكريا على آه، لما كانش بيتكلم وكتبه وراحوا سالوا آه، برضو أليصابات آه قالت لهم نفس الفكره فده مرتبط باسم يوحنا وليس باسم يسوع يسوع كان لسه ما اتولدش لا, لا 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 نفس النص موجود في في لوقا واحد تسعة وخمسين أوكي يقول أن زكريا انطلق لسانه بعدما أقر أنطلق لسانه بأن يطلق اسم آه 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 زكريا على على, على ابنه اللي هو يسوع المزيع لا زكريا زكريا اوكي بس خلينا عشان ممكن أخذ الاسئله الباقيه حاضر الحلقه اللي جايه لكن عايز اقول لحضرتك انه زكريا هو ابو يوحنا المعمدان وليس ابو المسيح وده واضح جدا في الاناجيل ونتكلم عن الجزء ده لكنه طب انا معلش انا هقطع دلوقتي لانه فاضل لي بس عشر ثواني لكن هنكمل مع بعض اعزائي المشاهدين كلامنا عن ما بعد الموت والهلاك الابدي والحياه الابديه في الحلقه القادمه فإلى ان نلتقي سلام المسيح يكون معكم